مع الجزيرة شو بتحكي بصير يقول لك ايش هذا النظام ذبح الناس ذبحوا كذا ويقول لك يا عمي عدوا للعشرة وعدوا للعشرة ولكن عندنا العصر أهل لبنان نفسهم قالوا والله لولا النظام السوري لكان ما كان عندنا كرامة في لبنان مني حكوا هيك كانوا يقولوا جزيرة لا لا جزيرة حزب الله عم بيحاربوا جوا لا ثبتت آه. ثبت الجزيرة خيانة إيران بيفوز حزب الله يعني لما بيجيبوا واحد بقول انه ابنه تقاتل مع واحد ابنه تقاتل مع واحد وضاربه بسكيني هون لسه ولين مصورين له فيلم بالجزيرة قال انه قتلوا الامن وكان عام قايم لكامس ابوه اليوم ليه؟ ابو ابوه للولد بقول ان اللي ضرب ابني اولاد من الجيران تقاتل وتروحوا تعملوا له فيلم انه اللي قتلوا الامن يا 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 جزيري يا خاين يا سيدي بذوب الثلج ما عم بدور يا سيدي بذوب الثلج وببين كل شيء مليون بالمية بذوب الثلج بذوب هلا الثلج بده يذوب وكل شيء ببين ولا لا؟ اكيد هيك المثل قال بذوب الثلج وكل شيء ببين شغلها الفيس اللي انت معك والله اليوم على الفيسبوك كله صديق عدوي هو عدوي كيف بسألك منين رمز المقاومة صديق عدوي هو عدوي هاي أحلى صورة وأحلى جملة صديق عدوي هو عدوي